هل سمعتم بالأمواج العميقة؟ تأملوا أيها الأحبة هذا المشهد الرائع. هنا نرى أمواجا رائعة، وسبحان المبدع، يعني هذه الأمواج لا تتوقف لا بالليل ولا بالنهار على مدى آلاف السنين. سبحان الله. الأمواج العميقة أيها الأحبة اكتشفها العلماء مؤخرا على عمق بحدود 5000 متر. هذه الأمواج ترتفع ل500 متر، تصوروا، يعني انظروا هنا ارتفاع الموجة على السطح يعني لا يتجاوز المتر، وأحيانا يرتفع إلى 2 متر 3 4 5، لنقل 10 أمتار كحد أقصى، ولكن الأمواج العميقة أعنف ب10,000 مرة، ترتفع بارتفاع ناطحات السحاب. سبحان الله. هذه الأمواج العميقة حدثنا عنها القرآن في آية عظيمة جدا، قال تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، أي عميق، يغشاه موج من فوقه موج. ما معنى موج من فوقه موج؟ أي موج في الأسفل عميق، ومن فوقه موج سطحي كما نرى أمامنا. هذه أمواج سطحية، وعلى عمق آلاف الأمتار هناك أمواج عميقة. طيب بالله عليكم، من كان يعرف هذه المعلومة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنها لتشهد أن هذا الكلام هو كلام الله الحق تبارك وتعالى.